بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق جولفيس في مدينة كولومبو في سريلانكا، نصور غرفة من نوع سبيريا. غرفة من نوع سبيريا في فندق جولفيس في مدينة كولومبو في سريلانكا، تصوير شركة المحيط للسياحة. هذه هي الغرفة، يوجد هنا طاولة صغيرة، ويوجد هنا أيضا طاولة صغيرة للجلوس مع كرسي. هذا السرير، وفيه أيضا هنا دولاب للملابس. يوجد فيه أيضا صانع للقهوة. يوجد أيضا تلفاز. هذا الحمام يوجد فيه شطاف، وهناك المغسلة في الحمام. غرفة من نوع سبيريور في فندق جولفيس في مدينة كولومبو في سريلانكا. هذا هو الحمام، هنا مغسلة اليد، وهنا جاكوزي صغير. غرفة من نوع سبيريور، هذه هي الغرفة.